سلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في احتفال جرى في قصر الصخير هذا اليوم أوراق اعتماد 4 سفراء جدد لدى مملكة البحرين. وقد وصل سعادة السفير فلاديمير كوهوت سفير جمهورية صربيا إلى قصر الصخير، حيث كان في استقباله رئيس المراسم الملكية وجرت له المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. وقد تسلم جلالة الملك المفدى أوراق اعتماد السفير الصربي وتبادل جلالته مع السفير الكلمات الترحيبية مشيدا بالعلاقات الطيبة القائمة بين البلدين. كما وصل سعادة السفير شاهين بن شاكر عبد الالياف سفير جمهورية أذربيجان إلى قصر الصخير، حيث كان في استقباله رئيس المراسم الملكية وجرت له المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. وتسلم جلالة الملك المفدى أوراق اعتماد سفير جمهورية أذربيجان وأشاد جلالته بالعلاقات الثنائية الوثيقة القائمة بين البحرين وأذربيجان وما وصلت إليه من تقدم وتطور في كافة المجالات. وصل سعادة السفير كوسبارت ثيمبا خوبوشي سفير جمهورية جنوب أفريقيا إلى قصر الصخير، حيث كان في استقباله رئيس المراسم الملكية وجرت له المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. وقد تسلم جلالة الملك المفدى أوراق اعتماد سفير جمهورية جنوب أفريقيا وتبادل جلالته مع السفير الكلمات الترحيبية مشيدا بالعلاقات الطيبة القائمة بين البلدين. كما وصل سعادة السفير أولاه موسبي سفير مملكة الدنمارك إلى قصر الصخير، حيث كان في استقباله رئيس المراسم الملكية وجرت له المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات.
وتسلم جلالة الملك المفدى أوراق اعتماد السفير الدنماركي، وأشاد جلالته بالعلاقات الطيبة القائمة بين البحرين والدنمارك وما تشهده من تقدم وتطور في جميع المجالات. ونقل السفراء إلى جلالة العاهل المفدى تحياتي وتقدير رؤساء دولهم وتمنياتهم الطيبة لجلالته بموفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها المزيد من التقدم والازدهار، مشيدين بالعلاقات الوطيدة التي تربط دولهم بمملكة البحرين على مختلف الأصعدة. حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد معالي وزير الديوان الملكي ومعالي وزير الخارجية ومعالي وزير المتابعة بالديوان الملكي وسعادة رئيس المراسم الملكية. الملك المفدى